عمري بتاعت شوية عشان كده مسجلة صور بس. قولي يلا. خدها في الفقران. طبعا. ده بعنوان خدها في الفقران. سألت نبضة في القلب هل تركت عقلا يرى الدهر في الأوراق المثمر. فبعدما عرف القلب الجمال رأى حسن الأفاعي كأزهار على الشجر. فسحرها رسم الغدر الرهيب هوى كصورة من وفاء العين والسهر. وبدد القلب حبا صادقا فروى زمانه خدعة الفئران في الحفر. قبل الخداعي يرى وجه الحبيب على سطح السماء فيبدو الوجه كالقمر. ماذا يفيد رجوع القلب من ندم ويا ترى تحفر الأوزار كالصغر. نورت يا معاك على العمل الروحي الجميل في الفصحى اللي شاركت بيه. وطبعا الهام على فكره كانت حاضره اللي جوه المدرسه الساعه 8 كده وناقشت معانا ومن البنات الجميلات الامارات الورجات الصغيره.